جنوب سوريا إلى أقصى الشمال والعاصمة التجارية حلب مع يحيى عبد الرحمن. سيد يحيى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك أخي، أهلا وسهلا. سيد يحيى، ما آخر المستجدات في مدينة حلب؟ سيدي أطلعنا على المشهد عسكريا وإنسانيا، تفضل الهواء لك. نبدأ من الوضع الإنساني وقصف الطيران الحربي للنظام للريف الشمالي والريف الشرقي لمدينة حلب، مدينة الباب، كويرس، قرى المحيطة بالمطار، الريف الشمالي، مدينة عنادان وحريتان وكفر حمراء، معارة الأرتيق. أيضا عندما حدثت فيها اشتباكات اليوم، قام الجيش الحر باستهداف معقل النظام وقوات حزب الله الإرهابي بمدفع محل الصنع معيار 355 ملم نوعي. هذا المدفع حدث على إثره قصف شديد لهذه المنطقة بالمدفعية الثقيلة. هناك عدة حالات جرحى في منطقة الإذاعة قناص الإذاعة اليوم، ألهب بنيرانه المدنيين في تلك المنطقة، موقعا الكثير من الجرحى. الاشتباكات طالت أيضا منطقة الخالدية، منطقة كويرس بذات عدة مساكن الضباط، عدة نقاط حدثت فيها اشتباكات في منطقة ريف حلب الغربي كما ذكرنا، جبل معارة الأرتيق وهذه المنطقة ومطار كويرس والخالدية في عيقة. نعم. ما أخبار الهدنة التي يعني كانت قائمة بين اللواء عاصفة الشمال ودولة العراق والشام الإسلامية بإشراف لواء التوحيد؟ وصلكم جديد، هناك خروقات، تم الصلح مرة أخرى، ما الذي يجري في هذا الملف فيما يخص المعابر الحدودية يعني المتنازع عليها بين اللواء عاصفة الشمال ودولة العراق والشام؟ سيدي تفضل. بالنسبة لمعبر باب السلامة لليوم 14 على التوالي، المعبر مغلق كما وردتنا الأنباء من مدينة عزاز. هناك حملة مداهمات قامت بها عناصر دولة العراق، دولة الإسلام في العراق والشام، لواء عاصفة الشمال طالب الأطراف المعنية بمراعاة والضبط أمور الهدنة واتفاقيات بنود هذه الهدنة التي تمت، أوجب عليهم أن يقوم كل دور بما التزم به من أمور تجاه لواء عاصفة الشمال ودولة العراق والشام. أظن أن هذه الهدنة لم تصل إلى النقاط المطلوبة التي أسست عليها. شكرا جزيلا أخي يحيى عبد الرحمن، كنت متحدثا إلينا من حلب.